السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة نتكلم عن توبك مهم جدا في الديب ليرنينج، وهو الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن هي عنصر أساسي ورئيسي في الديب ليرنينج. لاحظ من اسمها كده، اسمها اكتيفيشن فانكشن، معناها ايه؟ معناها ان هي بتاكتيفيت عند انبوت معين. يعني ايه؟ ممكن نقول ان هي بتنور لما بتشوف فيتشر معينة، تمام، وبتبدأ تظلم لما ما بتشوفش الفيتشر دي. فدي وظيفة الاكتيفيشن فانكشن، ان هي بتبدأ تطلع لنا اوتبوت، او ان هي تنور لما بتشوف قيم معينة وبتظلم لما بتشوف قيم تانية. فالاكتيفيشن فانكشن عمالة تنور وتظلم، تنور وتظلم وهكذا. فلاحظ كمان ان الاكتيفيشن فانكشن هي اللي بتحدد لنا كفاءة الموديل، وبتحدد لنا قد ايه الاكيورسي دي كويسة او وحشة. فلازم نختار بعناية شديدة الاكتيفيشن فانكشن للموديل بتاعنا، وده اللي احنا هنعرفه برضو في الفيديو ده. هنعرف ازاي نختار انسب اكتيفيشن فانكشن، سواء في الهيدر لاير او في مين، في الاوتبوت لاير. لاحظ كده، دي النيورون اهي داخل لها انبوت اكس 0 اكس 1 اكس 2، وداخل لها ويتس، ويت 0 ويت 1 ويت 2. طبعا الويتس مضروبه في الانبوتس وبتتجمع اهو زي ما احنا شايفين، ومعمول لها السمشن ومجموع عليها مين؟ البايس. لاحظ ان كل ده بيدخل جوه مين؟ جوه الاف اللي هي الاكتيفيشن فانكشن، عشان تبدا تطلع لنا الاوتبوت بتاع النيرون دي. تمام. تعالى نقول لك مثال بسيط كده. يعني لو قلنا ازاي، انت عندك مثلا دي الانبوت بتاعتك وليكن اكس 1 اكس 2، تمام، وعندك مثلا ده اللير، وفي هنا هيدن نيورون اهي، ودي نيورون، سوري، يعني دي نيورون ودي نيورون ودي نيورون على سبيل المثال، ودي داخل هنا وهنا وهنا، ودي اكس 2 هنا اكس 2 وهنا اكس 2. لاحظ ان هنا مثلا هتلاقي في ويتس مضروبه، اللي هو مثلا دبليو 1 1 دبليو 1 2 ودبليو 1 3، تمام، وهنا نفس الكلام W21 W22 و W23. تمام، ايه اللي بيحصل؟ دي اسمها ايه؟ اسمها نيرون، ودي نفس القصة نيرون، ودي نفس القصة ايه؟ نيرون. ده على بعضه احنا بنسميه ايه؟ زي ما احنا عارفين layer. انما ده مين؟ ده الانبوت ايه؟ الانبوت layer اللي هي الداتا بتاعتنا او الصور او whatever. تمام، وهي ممكن تلاقي اكتر من hidden layer، وبعد كده في الاخر بتلاقي مين؟ بتلاقي الاوتبوت لاير. فانت هنا دي النيورون دي اللي احنا الاكتيفيشن فانكشن بتيفالويت النيورون دي، يا اما تظلم يا اما تنور على حسب الاكتيفيشن فانكشن اللي انت مستخدمها. فانت هنا ايه اللي داخل لك في النيورون دي؟ داخل لك اكس 1 واكس 2 اهي. فانت اللي هنا هتلاقيه اهو اكس 1 مضروبه في مين؟ في دبليو 1 1 زائد اكس 2 مضروبه في مين؟ في دبليو 2 1، صح كده؟ اهي مضروبه في دبليو 2 1. وطبعا ما تنساش مين؟ البايس. البايس، لان كل نيورون ليها ايه؟ ليها بايس. يعني دي لها مثلا بايس 1، وهنا بايس 2، وهنا بايس 3. وبالتالي ده مين؟ ده اللي داخل على النيورون. ففرضا مثلا ان احنا ايه، دي كلها ارقام، فسي مثلا ان احنا طلعت الرقم ده 100 مثلا على سبيل المثال، طلع 100، تمام. فال100 دي هي اللي داخله فين؟ على النيورون دي، صح؟ تمام. الاكتيفيشن فانكشن بتدخل دورها هنا بقى، ان هي بتاكتيفيت الايه؟ القيمه دي. يعني في هنا اكتيفيشن ايه؟ اكتيفيشن فانكشن وليكن اف، فبتاخد مين؟ المية، وبتطلع لنا اوتبوت، تمام، على حسب انت مختار انهي اكتيفيشن فانكشن، وده اللي لسه هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. فلو فرضا مثلا في اكتيفيشن فانكشن اسمها ريلو مثلا، يعني هنقول مثال بسيط نقيم عليه. الاكتيفيشن فانكشن دي بتقول لك ماكس اوف الزيرو والاكس. يعني معناها ايه؟ معناها ان القيمه اللي داخله دي جواها لو موجبة طلعها موجب، طب لو سالبة خلاها بزيرو. يعني ممكن نكتبها برضو بطريقة تانية، ان انت عندك لو الاكس دي او القيمة دي داخلة اكبر من او يساوي زيرو، طلعها بايه؟ باكس.
طب لو اكس دي اقل من الزيرو بالسالب يعني، ففي الحالة دي خلاها بزيرو، فاهم؟ فاهم. ممكن نقول ان هي بالشكل ده كده، بالشكل ده او بالشكل ده، دي ماكس خلاص، دي كلمة ماكس كده بالشكل ده، تمام. تمام، فدي اكتيفيشن فانكشن هنبدأ نشوفها دلوقتي. فلو خدنا دي قلنا الريلو، الريلو للمية بكام؟ هتروح تشوف اهو، هي بتقول لك لو الاكس دي او المية، هل المية اكبر من الزيرو؟ اه، فخدها زي ما هو بمية. فهنا الريلو للمية بكام؟ بمية. فانت هنا زي ما انت شايف اللي داخل لك هنا كام؟ مجموعه بعد ما حسبناه طلع بمية، فالمية دي هحطها هنا اهي، ولما تدخل على الريلو هنا الاكتيفيشن فانكشن هتطلع لك كام؟ 100. وبالتالي انت هنا الاوتبوت بتاع النيرون دي ب100. طب سي مثلا انت هنا بعد ما ضربت في النيرون الثانيه دي، بعد ما ضربت الاكس 1 في ويت 1 2 زائد اكس 2 في ويت 2 2 زائد البايس، طلع مثلا، مثلا على سبيل المثال بسالب 50. بسالب 50 لما تخش على الاكتيفيشن فانكشن ايه اللي هيحصل؟ فهنيجي هنا اهو نقول ريلو اوف سالب 50، هتروح تشوف الايه الايكويشن، هل سالب 50 اكبر من الزيرو؟ لا، هي اقل من مين؟ من الزيرو. في الحاله دي هتبقى بكام؟ بزيرو. فهنا هتلاقي ان الاكتيفيشن فانكشن ضلمت اهي، صح؟ بقت بايه؟ بزيرو. فانت هتحطه هنا زيرو. طب تعالى هنا نفس القصه، هتضرب اكس 1 في ويت 1 3 زائد اكس 2 في ويت 2 3، سي مثلا طلع بكام؟ طلعت ب 55 مثلا القيمة، احنا بنقول مثلا يعني. فلما تيجي تدخلها على الاكتيفيشن فانكشن فانت هتقول ريلو لمين؟ لل 55. طبعا ال 55 اكبر من الزيرو، فهتطلع زي ما هي، هي نفس الرقم ب 55، فهتحط هنا كام؟ 55، اللي هو اكنها نورت. فده مثال بسيط جدا ازاي الاكتيفيشن فانكشن بنتعامل معاها، زي ما احنا شايفين كده ان هي بتبدأ تاخد الانبوت او الفاليو اللي هي موجودة هنا بعد ما انت ما حسبتها على النيرون، وتبدأ هي تاكتيفيت او تنور لما تشوف قيم معينة، وتظلم لما تشوف قيم تانية معينة او فيتشر تانية. فزي ما شفنا كده ان انت بعد ما بتحسب الحسبة بتاعتك دي وتضرب الانبوت في الويتس وتضيف البايس، بتبدأ القيمة اللي طالعة دي على كل نيرون تدخلها على مين؟ على الاكتيفيشن فانكشن. احنا هنا خدنا مثال بسيط بسيط وهو الريلو. فالريلو دي عرفناها ان هي لو اكبر من الزيرو بتاخد نفس الرقم، لو اقل من الزيرو فبتخليه بزيرو. فشفنا هو ان اكتيفيشن فانكشن عماله بتنور لما بيدخل لها فيتشر معينه، وبتظلم تمام لما بيدخل لها فيتشر ثانيه معينه، وهكذا. فده دور الاكتيفيشن فانكشن زي ما احنا شايفين كده، وده اللي بتوضحه الرسمه، ان هو ايه بعد ما بتضرب بتباصي القيمة دي للاكتيفيشن فانكشن. تعالى كده نشوف أمثلة لأشهر الاكتيفيشن فانكشن المستخدمة في الديب ليرنينج وخصوصا في الـ CNN. هتلاقي أول حاجة معانا هي السيجمويد فانكشن أو اسمها اللوجيستيك فانكشن. لو تفتكر الإيكويشن دي بتستخدم هنا في الديب ليرنينج أز اكتيفيشن فانكشن، وهي أصلا ممكن تستخدمها هناك في اللوجيستيك ريجريشن لو تفتكر. هي دي اساسا اللي بيستخدمها الموديل اللي هو اسمه لوجيستيك ريجريشن، زي اللي هو اللينير ريجريشن كده، ان هي بتاكتيفيت. لاحظ ان الاوتبوت بتاع السيجمويد فانكشن او اللوجيستيك فانكشن بيكون ما بين الزيرو والايه والواحد، يعني اي قيمه بتدخل في الاكس هنا بتطلع يا اما بزيرو يا اما بايه، يا اما بواحد، تمام. زي ما انت شايف كده 1 على 1 زائد اي والسالب اكس، ودي الديريفاتيف. وانت راجع بقى في الباك بروباجيشن بتجيب الديريفاتيف بتاع المعادلة دي، فأي قيمة بتدخل بتلاقيها ما بين الزيرو وال 25 من إيه؟ 25 من 100، تمام؟ تمام. وبالتالي الأوتبوت بتاعك هو ما بين الزيرو ولا إيه؟ والواحد، يعني أكنها يعني بتطلع بروبابيليتي ما بين الزيرو والواحد، أو الزيرو وال 100 يعني، 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، فهي بتطلع بروبابيليتي. وبالتالي نيجي نسأل سؤال، هل دي السيجمويد فانكشن تستخدم في الكلاسيفيكيشن ولا في الريجريشن؟ بالظبط، هتستخدم فين؟ في الكلاسيفيكيشن. ليه؟ لان انت في الكلاسيفيكيشن بتطلع ايه؟ بتحسب الكلاسيفيكيشن بتحسب ايه؟ بروبابيليتي، بتحسب بروبابيليتي،
بتقولك ان هو ايه، يعني انت عندك كلاسز معينة تمام، فانت بتقول بنسبة مثلا 5 من 10 ان هو مثلا دوج مثلا، بنسبة خلينا نقول 6 من 10 ان هو دوج، و4 من 10 ان هو ايه كات. فانت هنا بتحسب ايه probability، فانت محتاج تطلع probability. انما في الريجريشن الاوتبوت بتاعك عبارة عن ارقام، زي ما قلنا قبل كده ان الريجريشن بتبريدكت بارقام زي المبيعات مثلا 1200 تمام، ده الاوتبوت بتاعك ان انت كسبت مثلا 1200 او خسرت مثلا 800 وهكذا تمام. فانت هنا بتطلع ارقام، لكن احنا في الكلاسيفيكيشن محتاجين ان احنا نطلع probability. فعشان كده حاجة زي السجمويد فانكشن دي هنروح نستخدمها فين؟ في الكلاسيفيكيشن مش في الريجريشن، لان هي بتطلع لنا probability. هنبدأ نتكلم عن الحاجات دي بعدين. خلينا نقول بس هنا استخدامها ايه. استخدامها ان زي ما احنا شايفين كده ان هي بتاكتيفيت برضو على النيرون تمام، وبتطلع لنا قيمة ما بين الزيرو والواحد. فنفس القصة اهو، لو جينا نجربها هنا نشوف نفس الكلام. يعني انت هنا دي النيرون دي هنا في 100 اهو صح، انت عاوز تحسب هتقول واحد. لو انت عاوز تستخدم السيجمويد فانكشن هتقول ايه، واحد على واحد زائد اي اس سالب مين، سالب 100 تمام. واللي هيطلع لما نحسبها بالآلة هتحطه فين، هنا، يبقى هو ده الاوتبوت بتاع مين، النيرون دي. نفس الكلام لو انت عاوز هنا على النيرون التانية هتقول واحد على واحد زائد اي اس سالب كام، احنا قلنا ان دي طلعت مثلا بسالب 50 بعد الحزب، فهتقول واحد اس سالب سالب 50 يعني موجب 50، وتطلع الاوتبوت. هنا في التالتة دي الاوتبوت اللي احنا طلع هنا او القيمة اللي طلعت بعد الضرب اللي هي الفانكشن دي طلعت بكام، 55. فهتقول واحد على واحد زائد اي اس سالب 55، وتطلع وتحطه فين، وتحط الناتج هنا تمام. فده استخدام الايه، الاكتيفيشن فانكشن باستخدام السيجمويد زي ما احنا شفنا كده. فانت كل اللي انت تعرفه عن اي اكتيفيشن فانكشن اسمها ايه، الايكويشن مستخدمه ايه، وبتطلع لك ايه، بتطلع لك ايه الرينج اللي هو بتطلعه. هنا بتطلع بين 0 ل 1. تعالى سريعا برضو، دي اشهر من اشهر الاكتيفيشن فانكشن وهي السوفت ماكس. لاحظ ان دي الاكتيفيشن فانكشن بتاعتها تمام، اي اس زد جي على السمشن لاي اس زد كي. هتلاحظ برضو ان هي بتطلع ما بين الزيرو والايه والواحد، زي مين، زي السيجمويد او اللوجيستيك فانكشن، من الزيرو للواحد تمام. لاحظ ان دي الديريفاتيف او وانت بتستخدمها بقى وانت راجع في الباك بروباجيشن، هتلاقي ما بين الزيرو والايه، 25%، ده الاوتبوت بتاعك تمام. تمام، طب تيجي ناخد مثال عليها. تعال نشوف مثال اهو. لاحظ ان انت هنا مثلا زي احنا قلنا هنا طلع النيرون دي 100 وسالب 50 و55 صح. يعني خلينا نقول اهو دي النيرون بتاعتنا، وبعد الحسابات اللي هي اتحسبت من هنا كده بالشكل ده تمام، بعد الحسبة اللي احنا حسبناها هنا طلعت 100 سالب 50 55. 100 هنا كام، 100 وسالب كام، 50 و55. تعالى نتأكد تمام، سالب 50 و55. بعد ما حسبنا الكلام ده احنا عاوزين نطبق مين، الاكتيفيشن ايه، الاكتيفيشن فانكشن عشان تبدأ تنور او تظلم. فاحنا بنقول ان احنا هنستخدم السوفت ماكس. تعالى نشوف هي بتشتغل ازاي. نكتبها الاول اي اس زد اس زد جي على سمشن لاي اس زد كي على ما اعتقد تمام، كويس جدا. طب هنطبقها ازاي؟ انت عندك هنا 100 الحسبة اللي احنا حسبناها اللي هو الكلام ده، وهنا في سالب 50 وهنا في 55. عاوزين نشوف الاكتيفيشن فانكشن هتطلع لنا ايه. ها هتبدأ تطبقها عادي جدا، اي اس زد جي احنا هنمسك دي عاوزين نحسب دي. فهنا 100 هنقول 100 على السمشن ليهم هما التلاتة، هنقول على 100 ماينس 50 زائد كام، 55. الفاليو اللي هتطلع هنا هي اهي هنحطها هنا تمام. هنيجي على التانية دي هنقول ايه بقى، هنقول سالب 50 اللي هي اي اس زد، بس سوري يا جماعة انا نسيت الاي تمام، خلينا نرجع معلش. هنقول ايه، اي انا نسيت الاي تماما. هنا اي اس زد جي اللي هي مين، ب 100 على
السمشن اي اس زد جي كي بقى اللي هي كل القيم دي اي اس 100 زائد اي اس سالب 50 زائد اي اس كام 55، وتطلع الاوتبوت هتحطه فين هنا. فده الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن. هتيجي مثلا على دي، طبعا كانت ال 100 تمام، الاكتيفيشن فانكشن لل 100. تعالى بقى على الاكتيفيشن فانكشن لسالب 50، تحسبها ازاي؟ هتقول اي اس سالب 50 على ها اي اس 100 زائد اي اس سالب 50 زائد اي اس كام 55. طلع الفاليو دي تحطها فين؟ حطها هنا. اخر حاجه الاكتيفيشن فانكشن لل 55 هتدينا كام؟ هتدينا اي اس 55 على ها اي اس 100 زائد اي اس سالب 50 زائد اي اس 55. احسب بالاله وتطلع وتحط القيمه دي ايه هنا. فده باختصار شديد هو ازاي احنا بنستخدم السوفت ماكس. وطبعا اي قيم داخله هنا هتطلع لك قيمه على طول ما بين الزيرو والواحد. لو ما طلعتش معاك زيرو قيمه ما بين الزيرو والواحد، فاعرف كده ان انت الحل بتاعك فيه مشكله في الحسابات او حاجه زي كده، ارجع تحسبها من جديد تاني. تعال نشوف برضو فانكشن معانا اسمها تان اتش اكتيفيشن فانكشن تان اتش اوف الاكس. ممكن تحسبها بالاله او بالايكويشن دي، اللي اي اس اكس ماينس اي اس سالب اكس على اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس. طب دي بتطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا قيمه ما بين السالب واحد وما بين مين؟ بين الواحد. يعني اي رقم في الدنيا يخش هيطلع ما بين السالب واحد والواحد. هنا دي الدريفاتيف بتاعتها هتلاقيها بتطلع لك ما بين الزيرو والواحد. ده الاوتبوت بتاعك اهو، سالب واحد والايه؟ والواحد. نفس الكلام برضو لو انت عاوز تطبقها نفس القصه، هتطبقها بايه؟ بنفس الموضوع ده، وتبدا ايه؟ اي اس اكس هتحط بس تعوض بالاكس بتاعتك، يعني هنا 100 هتحط 100 هنا في الاكس، وتبدا تحسبها بالاله الحاسبه تطلع لك الاوتبوت بتاع النيرون دي، وهكذا هنا سالب 50 وهنا 55 وتحسب. تعال برضو نشوف معانا ايكويشن تانية شهيره جدا، وهي الريلو او باختصار ريكتيفايد لينير يونت. لاحظ ان الريلو دي اللي احنا اتكلمنا عليها، بتطلع لك لو انت الاكس قيمه اكبر من الزيرو فبتطلعها زي ما هي. طب لو القيمه دي اقل من الزيرو هتلاحظ ان هي بتخليها بزيرو. تمام، ده شكل الكيرف بتاعها او الاوتبوت بتاعها اهو، اي قيمه اكبر من الزيرو بتطلعها زي ما هي. تمام، طب لو اي قيمه اقل منها وساوي زيرو هتلاقي ان هو بيعمل لها ترانكيت فبيخليها بزيرو. فدي الايكويشن او ممكن تقول عليها دي، يعني دي هي بديل دي ماكس اوف الزيرو والاكس. خلاص تمام، ودي الايه؟ ودي الدريفاتيف بتاعت مين؟ بتاعت الاكتيفيشن فانكشن. هتلاقيها ان هي ايه؟ بتطلع لك يا اما 1 يا اما بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك 0. فال1 دي مع البوزيتيف او 0 مع القيم الايه؟ النيجاتيف. او حتى بيقول لك السلوب از الويز ايذر 0 فور نيجاتيف، يعني هتلاقيه بيطلع 0 هنا للناس النيجاتيف او 1 بالنسبه لايه؟ للبوزيتيف. لاحظ ان الاسلوب او الميل اللي هو الدريفيتيف المشتقه بتاعتك. ده اللي له الاكتيفيشن فانكشن، وده اللي احنا خدنا عليه مثال في الاول خالص هنا لو تفتكر. ده كانت اللي له دي برضو واحده من الاكتيفيشن فانكشن، وشفنا ان هي بتنور امتى وبتضل امتى. طب ايه بقى المشكله الكبيره في اللي له؟ قال لك حاجه اسمها الداينج رول. لاحظ هنا لو انت بصيت كده هتلاقي ايه؟ هتبص ان القيم اي قيم سالب بيخليها بايه؟ بزيرو. وبالتالي هو كده ضيع معلومات فين؟ في الصوره بتاعتك. تمام، او الداتا بتاعتك طارت، يعني القيم دي ماشي خدتها زي ما هي، انما القيم السالب تخليها لك بزيرو. وبالتالي كده تحس ان في معلومات كتيره جدا ضاعت في الجزء ده، صح كده؟ تمام، وبالتالي هي دي بنقول عليها داينج بروبلم، ان انت الاوتبوت ويل بيكم زيرو لو انت نيجاتيف، يعني القيم لو نيجاتيف هتطلع بزيرو. فقال لك دي مشكلة ان هو ايه؟ ما بيتعلمش بقى في الارقام دي. طب قال لك نحلها ازاي؟ لاحظ ان ده كوميك كده ايه؟ على الريلو، فهو هنا بيقول له ايه؟ لو انت اقل من الزيرو مش هينفع ان انت مش هينفع ان انت تعدي، يعني لازم انت تكبر شوية كده وتبقى ايه؟ راجل بلس بالموجب عشان تبدأ تعدي. هنا هتلاحظ ان في اكتيفيشن فانكشن طلعت اسمها الليكي ريلو، ودي عشان تعدل او تحل مشكله الداينج ريلو بتاعت مين؟ بتاع ريلو. فهتلاقيه عمل ايه؟ قال لك لو الاكس اكبر من الزيرو ماشي خدها اكس زي ما هي،
طب لو اكس اقل من الزيرو، في الحالة دي حط قيمة، ما تخليهاش بالزيرو بقى، لا خليها بواحد من 100 في الاكس. فهتلاقي الاوتبوت بتاعك بالشكل ده كده، ان انت القيم دي طالعة كده اهي، وتيجي في السالب قال لك لا ما تخليهاش بالزيرو بقى، خدها بس يعني ايه قيم قريبة شوية من الزيرو زي ما انت شايف كده. وبالتالي دي الليك ريلو احسن من مين؟ من الريلو، ان هو الريلو عمل ايه؟ ضيع في الفيتشر بتاعتك يعني. تمام؟ زي ما انت شايف كده بالشكل ده كده. ودي الديريفاتيف او الاكتيفيشن، سوري الديريفاتيف، هتلاقيها ايه زي ما انت شايف اهو، بواحد او بفوق الزيرو شوية هنا اهي. تمام. تعالى بعد كده هنشوف معانا فانكشن تانية اسمها اكسبوننشال لينير يونت. تمام. الاكسبوننشال دي برضو بتحاول ان هي تحل مشكلة الداينج ريلو، المشكلة اللي هي في الريلو ذات نفسها، ان انت الصفر اي حاجة بالسالب بيخليها بزيرو. فعمل ايه؟ قال لك لو اكبر من الزيرو ماشي خد الاكس، طب لو الاكس اقل من الزيرو بالسالب حط الايكويشن اللي هو الفا في اي اس اكس ماينس واحد. تمام. دي اكسبوننشال. فلو بصيت هتلاقي ده اهو، لو الاكبر من الزيرو طالع عادي زي ما هو بياخده، انما لو اقل من الزيرو بالسالب فقال لك اهو خده بس بالايكويشن دي، فهتبدا هتلاقي القيم ايه زي ما انت شايف كده. تمام. وده الديريفاتيف، ايه شكل الديريفاتيف بتاعتي. تمام. وعشان كده دي برضو ايه بتحل نوعا ما مشكله الايه الداينج ريلو، المشكله اللي هي موجوده في الاكتيفيشن فانكشن ريلو. عندك برضو حاجه اسمها البارامتريك ريلو او البي ريلو، بتعمل ايه دي؟ قال لك لو الواي او اللي هي الاكس يعني القيمه دي اكبر من الزيرو خليها ايه خدها زي ما هي، طب لو اقل من او يساوي زيرو يعني بالسالب، في الحاله دي اضرب الفا في الواي. طب مين الفا دي؟ الفا دي هي عباره عن بارامتر او رقم معين بيتعلمه اثناء التريننج. تمام. فبيضرب فيه. فزي ما انت شايف ده الايه ده الشكل بتاع مين؟ بتاع البيريلو اهو، ان انت لو اكبر من الزيرو خده زي ما هو، انما لو اقل من الزيرو ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ هتضرب الواي او القيمه دي في بارامتر اللي هو بيتعلمه اثناء التريننج. فده شكل الايه البارامتريك ريلو، انما ده شكل مين؟ ريلو، اللي اي قيمه بالسالب بقت بايه؟ بزيرو. تمام جدا. لاحظ هنا لو انت خليت الالفا دي بزيرو فانت كده الايكويشن دي قلبت على مين؟ بالظبط على ريلو. طب لو خليت الفا دي اكبر من الزيرو قال لك بقت قلبت على ليك ريلو، فاكرها اللي هي واحد من مية، يعني اكبر منها ويساوي زيرو، اكبر من الزيرو هو ممكن يعني ايه لو خليناها بواحد من مية هتقلب على ليك ريلو. لو افكرك بليك ريلو اهي، اللي هو ايه لو اقل من الزيرو تخليها بواحد من مية في اكس. تمام. تمام. فدي انما لو ضربت الواي دي في الالفا اللي هو الليرنبل بارامتر اللي هو بيتعلمه اثناء التريننج، في الحاله دي اسمها هتبقى اسمها بارامتريك ريلو. في برضو فانكشن معانا اسمها سويتش فانكشن، دي بالشكل اللي انت شايفه ده، اكس على واحد زائد اي اس سالب اكس. تمام. او اللي هي اكس في السيجمويد للاكس، ودي بتكون الشكل زي ما انت شايف كده. تمام. اهي قريبة شوية من الريلو بس طبعا يعني أحسن شوية. في برضو حاجة اسمها سوفت بلس، ودي بتقول لك لين اوف الواحد زائد اكسبوننشال الاكس. طب شكلها عامل ازاي؟ أهو قال لك اهو السوفت بلس اهو زي ما انت شايف كده، سوفت يعني ايه سموز، في سموزنج هنا في الكيرف ده. تمام. تمام. فلاحظ ان ايه ان كل الاكتيفيشن فانكشن دي بتحل الاكتيفيشن فانكشن اللي اسمها ريلو. فانت لو لاحظت ان ريلو جت وجي معاها اكتيفيشن فانكشن كتير جدا بعدها تحل المشكله بتاعت الريلو. فالريلو مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان اسمها داينج ريلو، ان انت اي حاجه بالسالب بيطلعها لك بزيرو. هتلاحظ ان في كتير جدا من الاكتيفيشن فانكشن جت عشان تحل الريلو، منها مين؟ اول واحده شفناها اللي هي الليك ريلو، قال لك لا مش مهم ان احنا نخليها بالزيرو، لا احنا هنخليها بقيم قريبه من الزيرو. بعد كده جه الاكسبوننشال برضه عشان يحلها اهو، وجه البارامتريك ريلو يحل برضه فيها. تمام. وجه هنا السويتش فانكشن والسوفت بلس، كل ده جه عشان يحل في الريلو فانكشن.
تمام، ده سمر كده للاكتيفيشن فانكشن زي ما انت شايف، دي الايدنتيتي اهي، اللي بيدخل بيخش سواء بالموجب او بالسالب، سوري اللي بيدخل بيطلع، تمام، سواء بالموجب او بالايه بالسالب، دي اللي احنا شفناها، دي الباينري يا اما 1 او 0، ده السيجمويد اهي، دي التان اتش، وهكذا السوفت ساين، نح السوفت بلس والليكر لو سيجمويد، كل الحاجات دي شفناها، وفيها هتلاقي اكتيفيشن فانكشن تانية كتير، دي البارامتريك. تمام، احنا خدنا اشهرهم يعني، دي برضو سلايد بتوضح برضو اللي احنا خدناها ريلو والسيجمويد بطريقة شيك كده برضو. تعالى بقى اخر سلايد، ازاي بنختار الاكتيفيشن فانكشن عندنا. لاحظ ان انت عندك في الديب ليرنينج عندك ايه، عندك انبوت لاير، يعني في هنا الاكسات بتاعتك اكس 1 2، ده الانبوت لاير بتاعك، وبعد كده هتلاقي هنا مين هيدن لاير، وبعد كده مين هتلاقي الاوتبوت ايه، الاوتبوت لاير اللي هو ده اوتبوت لاير الاخير، الاوتبوت لاير. انت هنا في الهيدن لاير في اكتيفيشن فانكشن معينه بتستخدمها، وفي الاوتبوت لاير في اكتيفيشن فانكشن معينه بتستخدمها، فانت لازم تكون عارف مين الاكتيفيشن اللي انت تعرف تستخدمها في الهيدن، ومين الاكتيفيشن اللي انت تعرف تستخدمها فين في الاوتبوت لاير. فانت هنا تعال نشوف، قال لك ايه اول حاجه الهيدن لاير، احنا ازاي نختار انسب اكتيفيشن لاير في الهيدن لاير، سوري انسب اكتيفيشن فانكشن في الهيدن لاير. تعالى هتشوف لو انت شغال سي ان ان او كونفوليوشنال نيورال نتورك في الحاجات زي الايمج وكده، فانت هتستخدم الريلو. لو انت شغال ام ال بي مالتي لاير بريسبترون هتستخدم برضو الريلو، دي مشهوره جدا في الهيدن لاير لو انت شغال في الحاجتين دول. طب لو انت شغال ار ان ان، في الحاله دي يعني ممكن تستخدم السيجمويد او التان اتش، تمام تمام. طب لو انت هنا في الاوتبوت لاير بقى ايه اللي بيحصل، هتشوف اني اكتيفيشن فانكشن تمام مستخدمه في الكلاسيفيكيشن او فين او في الريجريشن، تمام. فانت لما تيجي تبص هنا في الكلاسيفيكيشن هتستخدم حاجه زي مين، زي اللي اتكلمنا عليها فوق، يا اما السيجمويد او مين او السوفت ماكس او التان اتش. انما في الريجريشن هتستخدم مين، هتستخدم حاجات زي اللينير اكتيفيشن اللي اتكلمنا عليها، زي الريلو والليك ريلو والبي ريلو والبارامتريك ريلو وغيره وغيره، تمام. فده مهم جدا ان انت في الاوتبوت لاير تشوف انت شغال، هل انت كلاسيفيكيشن ولا شغال ريجريشن. لو انت شغال ريجريشن فانت هتطلع ارقام فتبقى عارف ايه الاكتيفيشن فانكشن تستخدمه، لو انت شغال كلاسيفيكيشن فانت محتاج تطلع بروبابيليتي، فهتلاقي ان السيجمويد والسوفت ماكس والحاجات اللي احنا فوق دي اتكلمنا عليها اهي، السيجمويد او السوفت ماكس او التان اتش، دي بتطلع لك بروبابيليتي ما بين الزيرو والواحد، ففي الحاله دي تستخدمها فين، في الكلاسيفيكيشن، تمام، عشان تطلع لك الايه الاوتبوت بتاعك. ودي كانت اخر سلايد معانا، اتمنى نكون فهمنا يعني ايه اكتيفيشن فانكشن وايه انواعها، وازاي في الهيدر لاير نختار انسب اكتيفيشن فانكشن، وازاي في الاوتبوت لاير نختار انسب اكتيفيشن فانكشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.